قد يصح القول أن المدارس الخاصة في لبنان تحولت في السنوات الأخيرة إلى مصيدة لجيوب الأهالي، فإداراتها لا تكتفي بزيادة الأقساط، لا بل تنتظر منتصف العام الدراسي لتبلغ الأهالي بالخبر السار. ما بيقولوا لك مثلا هيدا أول قسط قديه، ثاني قسط قديه، ثالث قسط قديه، آخر السنة بتعرفي كل القسط. السنة الماضية كنا حاطينه بالمدرسة، ما قالوا لنا لا زودة ولا شيء. بس صاروا شهرين ثلاثة على الرابع قال في 200,000 زيادة. دايما في عندهم مشكلة مصيف المدرسة وما عم بيلحقوا وكذا. بس يبعثوا لنا أول قسط بيكونوا كاتبين بلاس قديه زودة على كل ولد، بنكون أكلنا الضرب وقلنا لهم ميرسي. السنة الماضية دفعنا زودة بآخر قسط، بعتقد 1,000,000 ليرة على الولد. برروها بزيادة سلسلة الرواتب. صحيح أن قرار زيادة الأقساط يؤخذ باسم زيادة رواتب الأساتذة، ولكن معظمهم لم تدفع له حتى الآن ولا ليرة زيادة. ومع انطلاق العام الدراسي يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة أن ما من مبرر لأي زيادة إضافية على الأقساط. كل زيادة على القسط بحجة سلسلة الرتب والرواتب هي غير قانونية، لأن سلسلة الرتب والرواتب ما زالت حتى الآن تدرس في مجلس النواب. بخصوص خلل معيشي معلمين المدارس الخاصة من شباط 2012 حتى اليوم بعد ما قبضوا غلاء المعيشي، فكل المدارس اللي زادت سنة الماضي واللي قبلها على القسط المدرسي بحجة غلاء المعيشي يتفضلوا اللي أخذوا من الأهالي يعطوه للمعلمين. المدرسة اللي فيها 1,000 طالب وفيها 100 أستاذ لا يعقل الأستاذ نعطيه 200,000 ليرة على راتبه وناخذ من الطالب 200,000 ليرة. وفي حين تقف لجان الأهالي في موقع المتفرج في غالبية الأحيان، يبقى السؤال هل تتوقف الزيادات على الأقساط قبل أن يصبح التعليم في لبنان امتيازا للأغنياء وهما على كاهل محدودي الدخل والفقراء؟